السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود هذا برنامج كينا ورقة معانتا أو أنو كسود قادنو قضبا حيساله إيو وليبا قضبا كسابسان ورقة معان الله وحانا سيو ذا جلوس ودياريه إسلام أركان إسلام داده أنو محمد سعيد الصحاف إيو وريه عبد الحافظ محمود الجامع عبد الحافظ محاين وإنسان وريه محمد سعيد الصحاف أذي هذا وما سنتا يداو ذي الملك سود دوني ذي كجو كان وإن سود ويننا وحان سلو كلا سيبقو من يملو سود ويننا دات كفرها بضان إليس ميديا كسود بيرية وقتي نقالي أو إذا كما هذا علنا حفقي وقتي سكسية عمري سقار كم ذي سكسية بلكن لم يقول ذكره محمد قال بلا أنه هي وحكم ذا إسرائيل أو الجريد السياسي وكتاجين هي دتك أبد ود ترى ربنا يا كده بحي إن تنياهو وحنا مقطع إن تنياهو على ديسك وجودها كوجه هي دبلجوا أي مركز كل إيه مويد حديث أي قليه way hay aniga gudanka ay waxaan ku hayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isagu leh seenu kaga hortagno dhul balaarsiga Israa'iiliyinta gardarada Israa'iiliyinta wa in ay u sameeyna isbahaysi cusub isbahaysigaas oo uu leeyahay waxa loo sameeyaa wadamada muslimiinta oo marka leeyahay waa wadada kaliya ee laga hortagi karo Israa'iiliyinta iyo dhul balaarsigooda marka aad xafi qodobkaas baanan iyo haya aynu ka hormarno dhankaaga iyo waliba qodobka la xiriira waxa ka soconaya gudaha Israa'iil وهجاك محمد مهتم المركز الدعوية دبت بحيده أن إم الدعوة ويس السعودية دجال كنتوا السعودية أن حصية شيء ويجي وجدم بوحم وقتين سوتريين شنتي مع الموضوع وجدم بيسينة ويبكد ونيد حرجه أن ردت كقبل قابية دبت بحر وح أي شيءين شم بقول أو كل إن إسكسو بحين وعن حاف مليون ويان دت عين إسكسو بحين أو مركز دولية إن مركز دجال كلا سوء أفجر حبده لجوجي سكس فاير لقاته إسلام رأحان تازنا ما حبيست اللي شوي يرسله هل كل جيده ذو حكم له وصي هذا الكأي يقول جينا جعمها أيد دي كلها ضحي دي بها اللوجو سوء عليدات كجريه ودي إن دجال كهل جوجي ما بده هلا قاته إن دي الكميس كسارن أما قد بده حتى الميس كسارن وده حاجود كله صحيح أيكوا عددني أن تنياهو أنت على سامين تعال هذا هو حكم ذا إن مركز ذاتك أنت على جيسك صوب حين أو حكومة ذاك صهور جيدة مش مليون ذات أو دبل بحية أو حكومة كصهور جيدة واي كصهور جيدة واي هل ما لنا أركنين أو سقوق الديادة أو دوري مركز إن ميس كقذبة صار هات اللقطة نتليا وحيقول لك أنت هاي أيام اللي هي إيه حكومة دي سحق جركة وحيقول لك أنت هاي فذا حد جذها إيه دبل دبل عربك إيش أي كهيان هالكام إيه وح كذا عيا وحين أركيان حكومة دي أي رجالبتك أي تاجرين قارحان مريكمكو إن شعبك أي كده بتبحيان أي ليه وح من رمضان قارتان دي الكميس كسران أرنتها وح اللي يا مريكمكو هو اللي جنوا لي هاي حل حزب كتلاظ هاي أي ديمقراط كهاتن أي مركز دوليان إن أي أرنتها سوء أفجران سي أي ودي جربتان مركز إن أي آذان دور الشظا بشنطة بش نوفمبر نقر شيء لنا عكرنا وح موقت وده ما فرض بدل هات إنه كدة لينه دجال كان أو مركز تاجر ضدي أي إسرائيل وهي المركز دجال كوبلوذي ورك ورك حماس يكون قادم حتى إنه مركز آد ياد وسي ويق ميسو أو معلم بمعلم تقدم بيسا أي سير على ميسو وح حسين ملوح يلا هكذا الشيء دجال كان أو أن الفلينين وده ماذا إسبين نوروي إنه فلسطين دولة حرة دولة وقنصتين إن أيلان أي وقنصتي أو وحيالها اللجسية وكتجي نتنياهو وضمان إسرائيل مركز هراءه قنصرين أي قنصري مالت أي خطك كسر جرته وضمفر بدن وحم وقت إني مركز أي دوريا طريقة إني مران عدين تي قدم بيسي أقولها أمان كي قرب هذا مدوي لون اللي هي وحيل حصوصنا وضم هذا بدن كودين تاجر فلسطين إني حر نقطة وما ذهب نعلاته سدك كليه أمان لوجه لكر الله وضن ولان كرنا أي تهاي مركز إن أرنت على سواء فجر قبل قبلي إيه جنانت كي محمد إيه دعوة ضيال هذا الكي وزير كأرمه هاد بدأ بقرطوية السعودية فيصل بن فرحان أوشيجة أي هذا التاريخ ذا قالي وحوريري إسرائيل أمان كده وحوك جور عيه هاي إن مركز فلسطين لو قصده فلسطين أيضا وما هي سنكرت أيو يري رحمت أو مركز أيضا إن لوضع فريستو قبل نمذا ملح بنان إذا شعب كره فلسطين صورت قلمها وحال سوغاري حلي لغا قرنق لها ان حرب دونك اي قبل لي دونك شعب كره فلسطين كنت جي سنه اسرائيل مركز الا يغليلي
محمد وحين أركي دونا وحي كسو بيرا لكن وحا موقتين دبت بحيادة لأني سنجوك سنينين شغل عام باحسن أياك جرته حل نتنياهو لبدي خضب إهور تبين تولها إلا يحاتي نوسو كبول إسمي ما سنة عبد الحفيظ وحسدو كلمانتا نجي سنة وزير كان رماه دبت دل كان UK نيكلي رادة ديفيد لامي أو يساقور بحينتا لاحظ لي قيبه دي كالدوان إنه ليه هاي وحو كل الرجالي رئيس الوزراء إسرائيليين تبين جميل نتياه إنه صحيح قضى بدن وده حاجود كاه شيء كاس أوقاته سي ضد كا بقول كي نورك قفوده ولي أيه استان حماس لقى قصو بباديو تاس أو عرب بدن نكذا لنا يسه جدها إسرائيليين تا وأنا صوبت إن بد إن بدن أو ترى أنت أشك تي إسكو قصو بحين دبت بحيدا سي كقصو رجدان سياسة رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو سلام عليكم كرو بنجامين نتنياهو يحكومتي سوى قضاء مركي لا فيري أرميه سياسة الدبده مركي لا فيري أرميه جدها قريب كم دوحة شيء تلاقي سجى كتجاني نيتهاين وضمت دوره أو أنهره أقون صدين فلسطينيين تيم كنا أقون صدين مركي قضاء بكتيرة سلام عليكم كرو بنجامين نتنياهو محمد نتنياهو وزير كيسي قاشان لقى إياك صور جيس وحا حدا كور ان حلي ان نمكن يراهدو ان تليها قودة عيدة مدى إسرائيل حالا في نمكن يراهدو ويري وحا عددك وشيغيسان وحا ايكالنغان تهي total victory قول لما يستران ايان قزاكا غارينا واحدا الحين تنتنياهو يوحا وبالا قادو سوليكو قوليسانين ويري مركاس وانو قوليسانين ويري وحا ايكالنغان تهي عددك وانها عيد لو غصيري وحا يسكو تقرين عددك وشيغيسان يوليهي ان غلانت او وزيرك غاشان ليغا ايا او شيغي كنيستكا اما بارلمانكو ان قيبتا ارمه دبد قابلسن ان لابو وي كور او يري ارنتاس وا دالنتيد marka waxa muuqata ان IDF ama ciidamada israayiliyintu inay ka fikrad weeyeen Netanyahu laakiin hadana waa askaro amarkii la siiyay ku gowracayeen laakiin Netanyahu waxa ku haray ان koox xagjir ah oo marka asaga laftigiisa haysta oo haldi وكوى على طريقه ايغو اي ربان سيدا بن جفير اي وليبا وزير كماليده ان سماتريتش اي دوريان ان مركز ان دغال كان اوسن جوغسنين حوشارو اي سي سوتو اي لو اركان واخ لا يراهد ان لا يغليلو waxay u yeereen waxa ay wadal ka dhigeen great israel اسرائيل تبلارن او مركز ان الا قزغاريسا اي وبيجا جي تي سي انت اسرائيل هوري دغريب سيك سبها اهاتي هدي او كور يمادو وحال استاجنيا محكمة تضبطي بشي أكتوبر وحي نعي أيام حسق الله هايستا إيو إن أمانك إسرائيلين تلسوكواي هوري وحاجري كيساس كرو هوري اللي هو هايستي دورشا عدد يا كسور سعودة حلك إنو هاي محكمة لكينو إيو إنو الدغال كسي سعودة أو كرسي وكرسي فنيو وحبا أمركا كينو إسبارا عصم سيدا ورنكو أي شيء غيان وحنو دا إنا يتهي قفك كلية أو هاتن ان ارنتاس كما اشكر واسغي هي صاحبديس اجادو بحصلت هاي واسدا شيكتي اسلا دربلار سيغاس اينو كسي قادنه مدحوينها دلكا تركيا رجب طيب اردغان ايا شيغي اهل او ستوس او لهاد لي اسرائيليين تي ولي بدليده مسلمين تو خو مالين نمدي سبتدا او شيغي ان لاغما بارمان اي تهي ان لا سمي اسبهيسي واسدا هادل كو دغه اسبهيسيغاس او شيغي انو جدد اي تاين اي كوميديسين ودبدا مسلمين تا اي يجددون اي تاين لغاقا هورتاق قطرت بالبالارسيق إسرائيليين تاك معودة حافظ هذا الكمدح وينها دالك تركيا مستر إردوغان ايا إيمانية تدبعات كان سيدان اوغن هاي عيدا مدى إسرائيليين تو إنه ديلين قبر هي ستادة لشادة ودامادة تركيا بيه مرايكيكا قبر ناسو دادي دو اي هيد لحي لبان تسنة جر بس بلساء صالحان كسو جيدا ودانك تركيا تالف تركيا دو وحيا بها إساق سير ريحي وعرضان يسيد وهاد لكا كيني ولا أوران كران قبلنا مركي ايديلين عيدمد اسرائيلين تسداد وقيد اصلاحان كسو جودة تركيدة عيدمد اسرائيلين تو مركي ايديلين وحي ايدو كاقيم قادنا يسي برنامباح كان عيي دولك دانت قلبايد فلسطينيين تا هل كاسو لقاقا سهر جودة برنامباحون وجددي سو اهيد بالبوب كا اسرائيلين تين لقاقا سهر جودي نسمياش شرعي دهادا اسرائيلين تو اي كوادان قدها دولك ريا فلسطين انو دانا اي كسو ودين سنة دابدان waxa xusid mudan marka abd xafid oo madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sheegay sidoo kale in wadada kaliya uu yiri lagu joojin karo israa'iiliyiinta iyo jahilnimadooda iyo gardarradooda iyo falalkooda argagixisnimo uu yiri in ay tahay oo kaliya in la helo oo la abuuro isbahaysi ay ku midaysan yihiin wadamada muslimiinta ee gobolka marka wuxuu leeyahay si lagaga hortago arintan bulbalaarsiga iyo jahilnimada iyo argagixisnimada iyo falalka ay wadaan israa'iiliyiintu waa wadada kaliya wuxuu sidoo kale erdogan u xusay
ay aad xafidin waana hanba ay dawladda Turkiga way xoojinaysaa xiriirka kala dhaxaya qaar ka mid ah wadamada gobolka ee imika sawirkeena arkeeno waa dhawaanahan magaalada Ankara caasimadda dalka Turkiga waxaa tagay madaxweyne Cabdi Fitaax Al-Sisi madaxweynaha masaarida oo Erdogan ay ku kulmeen halkaas iyadoo qodobada ay ka hadleen ay ka mid ahaayeen arrimaha bariga dhexe arrimaha Soomaaliya Ethiopia iyo arrimaha kale oo markaa saameyn ku yeelanaya siyaasadda maanta marka wuxuu leeyahay anaga oo Turkiga Erdogan wuxuu leeyahay anaga oo Turkiga waxaanu sii xoojinaynaa xiriirka nagala dhaxay wadamada gobolka gaar ahaan kuwa muslimiinta oo uu tusaale u soo qaatay wadanka Masar sidoo kale na oo wadanka Syria oo ku dhufta Carabka todobaadkan wuxuu kale u sheegay intii Ankara ay joogeen in uu casuumitaan u fidinayo madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad si markaa loo sii xoojiyo xiriirka ka dhaxaya Turkiga iyo Syriaanka laakiin waxa kale marka laga fiiriyo ujeedadu ay tahay sidii laga hortagi lahaa qatartaas uu ku tilmaamay falalka argagixisnimo ee Israa'iiliyiinta dhul balaarsigaas Cabdi Xaafid waxa xusid mudan madaxweynaha Turkiga Erdogan uu sheegay inay ka go'antahay in wadamada muslimiinta uu kala shaqeeyo sidii laga hortagi lahaa dhul balaarsiga sharci darrada Israa'iiliyiinta oo ay hore ugu qaateen buuro dhulka Falastiiniyiinta haddana ay ku sii socdaan dhul kale oo uu leeyahay waxa kamid ah wadamada ay ku sii socdaan sida Lebanon, Syria oo ay already ka haysteen buuraha Golanka imikana ay ku sii balaarsanayaan buu leeyahay waana sida hadalku u dhigay Erdogan laakiin arrinta waxa si cara leh kaga jawaabay Cabdi Xaafid wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iiliyiinta ninka lagu magacaabo Israeli Katz ayaa hadal ayaa wuxuu ku tilmaamay hadalkii madaxweynaha Turkiga Erdogan inuu yahay hadal ku saleysan been isla markaana qatar ku ah amniga gobolka ahna hadal hurinaya culad hor leh oo gobolka ka dhalata waxaana wasiirku intaas raaciyeen madaxweyne Erdogan oo mar walba la shaqeeyo dawladda Iran oo ku tilmaamay inay tahay dawlad argagixisa oo mar walba ka shaqeysa xasilooni darrada gobolka una Erdogan ku guuldareystay inuu la shaqeeyo wadamada Carabta ee gobolka marka Israa'iiliyiinta laftirkooda waxay leeyihiin saaxiib waxaad sheegaysid waxa hurinaysa culad laakiin asaguna wuxuu leeyahay wadada kaliya lan ku joojin karo iyo falalka argagixisnimo iyo dhul balaarsiga aad wadiin iyo dhulka sharci darrada waa in wadamada Islaamku ay midoobaan su'aalo badan baa halka ka iman kara Cabdi Xaafid waxaan si qurux badan baa u dhigtay haddii aynu eegno Erdogan hadalkiisa iyo waaqica dhabta ee dhulka yaalla xaqiiqatan waxaanu dhigi karnaa waa kaafiya kala dheeri wadamada muslimiinta ee gobolka markuu yiraahdo wadamada muslimiinta gobolku heshiisna ma ahan isku aragtina dagaalka Gaza kama ahan tusaale ku siinaya Jord hadda wuxuu la taagan yahay Al-Sisi Al-Sisi Mareykanka ayaa macaawilo siiya taageero Israa'iil iyo Mareykanka wax ka dhaxeeya waad ogtahay dhinaca kale halkaas ayuu deyn marayaa Sisi waa nin markaas xaaladiisu ay aad u adag tahay xilli Masar xaalad adag oo dhaqaale ay wajahaysay deyn badanna lagu leeyahay nin awood u leh inuu Turkiga la midoobo oo siyaasad ahaan Turkiga kula midoobo Israa'iil looga soo horjeedo ma ahan haddaan siyaasadda carabta si fiican iyo dadka falaqeeya u dhuxdid waxay leeyihiin qadiyadda Falastiin markay timaado inuu hadallo Israa'iil ka dhan yiraahdo oo markaas uu doonayo inuu ku damiyo nimanka akhwaal muslimiinta la yiraahdo oo Masar ka jira iyo wadamo fara badan oo kale diiwaan laftigiisu uu ka mid yahay inuu ku damiyo ayuu doonayaa Erdogan farriintan uu dirayo leeyahay wadamo Islaam ayaan u baahanahay midow inaan dhisano ayada laftigeedu waa mid lagu daminayo shacabka ree dalka Turkiga ma ahan arrin dibadda u socota haddaad eegtid Jordan oo dhinaca kale ka xigta Gaza ka xigta Jordan waa la biiraa tilaabo ma qaadi karto labada halkaas ka leg Syria ayaa ku soo hartay Syria laba wiik ka hor iyo saddex wiik ma qaa waxay ahayd Bashar al-Assad waxa uu yiri kulankii aniga iyo Tayyip Recep Erdogan waxaba yaraatay miro uu dhalay ma jirto haddana wuu soo xiganayaa wuxuu leeyahay heshiis baanu waxsay xalinaa isku dhawaanayna Lebanon ma xisaabsan kara asagu Lebanon iyo Yemen waxay ka amar qaataan meesha la yiraahdo Iran ma qaataan gabagabadii maxamed Sacuudiga iyo waxa ku soo haray Imaaraadka iyo Imaaraadka Imaaraadka iyo Erdogan la isku tusi kara siyaasad ahaan Sacuudigu meelo badan ayuu lugaha kula jiraa xaqiiqatan Israa'iil waxa uu doonayaa inuu la saxiixdo inuu intiraafo ayuu doonayaa oo heshiis la saxiixdo Mareykanka waxa uu ka rabaa inay markaas garanto ay ka noqdaan in Sacuudiga Iran laga waardiyeeyo Sacuudiguna marnaba arrintaas dooni maayo inuu fashilo dad fara badan oo Israa'iiliyiin oo milyaneero ah ayaa doonaya Sacuudiga inay maal gashtaan meeshan cusub ee la dhisayo 2035 kii maqaan hadda waxay wax loo bixiyay u dhisayo Maxamed bin Salman arinta dooni maayo inuu iska ciideeyo Imaaraadkuna waa ka Khadar Turki iyo waxay u dhaxaysaa iyo Masar iyo meesha la yiraahdo iyo Sacuudiga ayaa u dhaxaysaa inkastoo aysan aad Sacuudiga isugu fiicnayn haddana meelahaas ayaa u dhaxaysaa siyaasadeedu waa mid qabow
oo cid badan isku dhex wada waxay u janjeertaa ayaa leeyahay dhinac Mareykanka marka Erdogan cidda uu la heshiinayo waayo gabagabadii maxamed iga raali ahow wuxuu ku jiraa NATO sanadkii waa dawladda labaad ee ugu tumka weyn waxa uuna doonayaa inuu haatan BRICS ku biiro BRICS hadii uu ku biiro NATO sirteedii iyo siyaasadeedii Ruushka iyo waxay gacanta u gali kartaa ayaa leeyahay Shiina sidaas awgeed labada inuu mid u biiro ayay noqonaysaa hadii uu NATO ka baxo khasaare fara badan oo dhaqaale ayaa soo gaaraya xilli leerada ee dalka Turkigu afka ay ciidda gashatay laakiin hadii Erdogan ay dab ka tahay inuu Israa'iil oo wax ka qabto waxa ay ka dhigayso marinka Gaza khasabada shidaalka qaadaa gurigiisa iyo dhulkiisa hoos mara oo Israa'iil taga wuxuu wax qabo way ayaa leeyahay marka fariintaanu waxa weeye fariin dadka lagu dajinayo shacabka reer Turkiga ama amid muslimiin iyo mid laga talinayo laakiin waa wishful thinking soo dhawaa way hayguliba ee waxaan xusid mudan isaga marka laga soo tago in wadamadan kale dhamaantood ay ba xiriir hoose iyo mid toosan qarkooda la leeyeen waxaan ognaa Bahrain xiriirka Israa'iilinta iyo Israa'iiliinta la leeyeen waxaan ognaa xiriirka Imaaraadka ay tooska ay la leeyeen Israa'iiliinta Marooko oo qaarada Afrika ku taal xiriirka la leeyeen Israa'iiliinta marka laftirkooda waxaan u muddo wadamada uu rabo sida fikir ahaan uu sheegay la mideeyo haday dab ka tahay iyo haddii sidaa sheegtaba ay suurtagalayn inoo lagu daminayo sida dadka u dhundulala siyaasadda Turkiga ay sheegayaan ama ay tilmaami karaan baa lagu daminayo in dadkii ay sabanaan bixin dhibaatooyin halka ka imaan wali waxa macquul galaheen in wadamada aanu rabin inuu isku keeno qaarkood bay xiriir toos la leeyeen Israa'iiliinta arrinta kale waxa sidoo badan waxaa ka mid ah masaaridu ay ridday ka xiratay qasada dadkii ka soo qaxay oo go'doon bay ku yihiin oo irida xataa umay safurin sababa jira iyo arrimo jira marka maxamed arrintaas muhiim ah ka dhex galo haddii qasda albaabka laga furo dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan dib dambe u soo noqonaynin arrin taariikhi ah ayaa jirtay naqbadii hore ee hore u dhacday markii Israa'iil la yagleeyay dadkii la barakiciyay oo 700 kun kor u dhaafay ilaa hadda guryahoodii dib ugu soo noqon qaar baa mafaatiixdoodii haysta oo aan wali soo noqonin way jirtaa laakiin ogow dadkii dhaawac xataa wal caawi way waa ogtahay haddii dagaalku wuxuu sii galayaa 12 bilood marka dhankasta marka laga fiiriyo waa dagaal dhinacyo badan ka socda oo aad u moodid in run ahaantii nasiib darrada ugu weyn ay ka mid tahay in dadka lagu daawanayo xaqiiqadana waxay tahay magaalada Qasa dhibaatada ka jirta oo caalamku ay u jeedaan masaarina kuma filna Turkiguna kuma filna kaliya waxaan u dhigi karnaa Allah u fuday reer Qasa Raqas waxay wajahayaan xaalad aad iyo aad u adag oo aan la soo koobi karin dhaawaca dhimashada gaajada caruurta yararka dhaqtar maalin dhaweyd la hadlay Al Jazeera wuxuu sheegay 80% dadka uu daaweeyay caruur yaryar ayay ahaayeen lagu hal gooyay qaar gacmaha la gooyay qaar dhaawacyo kala duwan wajahaya waxaana muuqata caalamku inuu daawanayo uusan weli bareysha dhaba uusan saarin Mareykanku Israa'iil hadii uu bareysha saari lahaana halkan aan soo gaari lahayn 1982 markii Lebanon iyo ay dirareen Israa'iil dagaalkii Sharon uu garwadeenka ka ahaa dad fara badan oo reer Falastiiniyiin lagu laayay oo barakacay 20 daqiiqo gudahood ayuu Mareykanku ku joojiyay dagaalka Sharon uu kaga soo baxay si kale hadaan u dhigno Biden hadii uu barinta yiraahdo hubna ku siin waayo walaalada arwadina raalli kama yahay dhaqaalaha kuma siinayo siyaasadahana kuma taageerayo Netanyahu wuxuu ku qasban yahay ayaa leeyahay inuu dagaalka joojiyo taas haddaysan imaanin 20 bilyan oo huwa miiska loo saaray nabad baanu rabnaa iyo wada xajood baan ka shaqeynaynaa iyo ficilka Mareykanku waxaa muddaa inay ismaran habaabsiin aysan islahayn aad jado mahadsantahay sida caadiyan ba aynu u falanqeyno hadba wararka markaas maalinlaha ee barnaamijkeena wararka maanta oo aan si wada jir u soo diyaarinay aniga Cabdixaafid isla markaana aynu dawadaasha ugu daadeyno aad kala socotiin bogoggeena ku leenahay barta internetka Elays Media iyo Brit Somali TV meel badanada ka joogteen oo kaga mahadcelinayna waqtigiina qaaliga sidan nagu soo biirteen fariimaha iyo fikradahana aad noogu soo dirteen mar walba qaybaha hoose ee shirkadda barnaamijkana aad ka arki kartiin meelaha nagala soo xiriiro Cabdixaafid dhankeega way ka dhan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajeynaynaa in barnaamijyadani hadan kuwa sii socda isla markaana dawadaasha ay nagu soo biiraan aad iyo aad baan waxaad kaaga mahadcelinaynaa in badan hawshaada isku soo dubariday abaalkaaga lama gudi karo daawadayaal xamiin iyo maalin aan idiin shaqeyno oo caalamka waxa ka jira iyo wararka daaha dabadiisa idiin soo curaabino oo waqti iyo juhdi gelina ayaa naga go'an idinkuna daawashadiina iyo fikirkiina iyo kulankiina hoos noogu reeba xana iloobin inaad channelka subscribe saartaan Elays Media si aynu u ballaarano ummad fara badan oo Soomaaliya u gaarno saaxiibadiina la wadaago waana mahadsantii
هذا دوما سنتاي انت سيرو كوسو غبا غبينا برنامج كينا اني يقول هاني عبد الحافظ يبهد برنامج كا ولبا جوكتي نحن لين نحي سداسيو مرات كلي.